شهور ان احنا نعمل حاجه. وده ليه؟ لان دورنا ودوري كوزير وزاره عارفينه كويس جدا. في استضافه البطولات القوميه لينا دور، لان لازم الاتحادات تاخد حاجه اسمها الضمانه الحكوميه. الضمانه الحكوميه الالتزامات اللي موجوده. ده في حاله المنتخبات واستضافه الالعاب فقط. في حاله الانديه مش دورنا. في اتحاد محلي واتحاد افريقي ونادي بيمارس. نادي بيطلب ان هو يستضيف، وبيعمل ده من تحت لفوق، من النادي للاتحاد للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. ولو الاتحادات هي اللي بتعلن، يبقى بتعلن على اتحاداتها واتحاداتها للانديه. مفيش دخل كده زي ما بيقول. بعيد عن هذا المنطق تماما خالص. والفتره الاخيره يمكن اتحاد الكوره بعت لنا على استضافه مصر بطوله افريقيا الشرقيه وبطوله افريقيا للنسائيه وبطوله الكونفدراليه. يمكن انا قبل الرابط قلنا الحاجات المجمعه يعملوا دراسه ماليه، اما الانديه اوتوماتيك ما ترجعش. انا عايز يعني مال. طب ده بس عشان الحته دي تتوقف. وفي الاخر الوزاره هي الام والاب الكبير لكل المواطنين. وصورتنا لازم كلمتنا سياسيه، لان احنا بنتعامل مع اشقائنا بشكل حساس جدا. يعني الحمد لله احنا علاقتنا دلوقتي بالجزائر على منتهى العلاقه السياسيه الجميله، وعلاقتنا مع اشقائنا في المغرب. وده دور الوزير الفاهم الحكومه. ده دورنا. ولا نخطئ في هذا العمل تماما خالص. بالعكس، لما يبقى في مشكله في نادي بقف وراه، ورا المؤسسه مش ورا الفرد. مش ورا الفرد اللي بيخطئ في عمله او بيقطع. لان مش هارد كوزير وزاره ان المؤسسه يكون شكلها مش كويس تحت اي بند من المؤسسه. ويعني تاريخ معروف. هقف ورا المؤسسات بتاعتنا، ده دوري. وادعمها واقنن بشكل او باخر. اما البطولات الكبيره، اتحاد هاندبول طلب ان مصر تستضيف بطوله افريقيا، هنعملها في شهر 7. وفي شهر 9 بطوله العالم الاولى لكره اليد للهانديكاب المعاقين. يعني ده دور الحكومه. بطوله عالم الانديه في الهاندبول، بطوله عالم او بطوله افريقيا الهاندبول، دور النادي داخل المنطقه. احنا نراقب ان ادائها يوازي شكل مصر، عشان الامور ما يحصلش فيها بس ايه حاجه كبيره، وكل واحد شايل شيلته في عمله. ودورنا في الاخر هننزل ونحقق. ده دور الوزير والوزاره، نحقق مع جميع. احنا بنساند ونساعد ونراقب ونحسب. وحسابنا برضو بيبقى مرتبط بان انا شكلنا وشكل مؤسستنا بره وجوه تكون كويسه. ده حكمه العمل الاداري. وانا منضبط في حاجه.